تمديدا بالمجزرة التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي السبت في قطاع غزة، أصدرت الخارجية الموريتانية بيانا تدين فيه المجزرة، ووصفتها فيه بالعدوان الهمجي الذي يشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الكاملة واتخاذ الإجراءات الفورية والحاسمة لإيقاف مسلسل الإبادة الجماعية المتواصل ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 10 أشهر. بيان الخارجية الموريتانية يعد امتدادا للمواقف الموريتانية الرسمية والشعبية مما يحدث للشعب الفلسطيني من فظائع على يد الاحتلال الصهيوني. المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني وللدفاع عن القضايا العادلة هي الأخرى نظمت في هذا الصدد وقفة احتجاجية مساء السبت أمام السفارة الأمريكية في نواكشوط، تنديدا بالمجزرة المروعة التي راح ضحيتها 100 فلسطيني. ومن قبل دانت الخارجية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في طهران، وفي المنحى ذاته خرج نواب برلمانيون شاجبين الاغتيال ورافعين صور الشهيد ومنادين بوقف الحرب، كما نظمت وقفات وعقدت ندوات تتخذ من القضية الفلسطينية موضوعا لها، ليتوحد بذلك الموقف الموريتاني الرسمي والشعبي إزاء ما يحدث في فلسطين، وهو موقف تجلى منذ 7 أكتوبر في الندوات والوقفات والمسيرات الأسبوعية التي دأب الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني على تنظيمها كل أسبوع، تنضاف إليها حملات التبرع التي نظمها مثله مثل حزب الإنصاف والمجموعات الاجتماعية والتي تجاوزت مجتمعة مليارات الأوقية، هذا فضلا عن البيانات التي تصدر من بقية الأحزاب السياسية كلما استجد مستجد جلل في الانتهاكات التي يعيشها الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر الماضي. بوصلة المواقف الموريتانية الرسمية والشعبية مما يحدث في غزة تتحد في اتجاه واحد هو الشجب والتنديد بانتهاكات جيش الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية والمطالبة بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.